مشيتي لولايه الامن قدمتي شكايات؟ لا مشيت، المهم هذاك الشيء لا ما غاديش نهضر فيه طالما الامر في سريه البحث نحترم ذلك. انا كنسول لدي غايه من هذا السؤال، انك مشيتي للشكايه ديالي لولايه الامن، ما القصد من هذا السؤال؟ هذا السيد ملي مشى لولايه الامن كانوا غيخبطوه ديك الساعه، ان كانت هناك قضايا او لا كان غيتقبض هذاك السيد. الى هذا السيد مشى اليوم لولايه الامن لو كان عليه حكم او ايا كان او قضيه كان غادي يتقبض لحدود الساعه. حنا كنشوفوا محاكمات عبر التيك توك، غادي ناخذوا نور زينو من الديار الاسبانيه. مرحبا نور، مساء النور. مساء النور، مساء الخير، تحياتي الاخت سميره، تحيه للمتابعين ديالك، تحيه خويا رضا والشنويه. مرحبا نور. والله 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 العظيم اقسم بالله العظيم الى هزولات هزولات بكل المقاييس بكل المقاييس. انا اليوم انا هضر ماشي دفاع على رضا والشنويه، ماشي دفاع على انا لن بلاتي اسمح لي نور باش احيطك علما، لن اقبل اي حد لا دفع لا على لا لا على رضا وعلى لا بدر ولا على الشعبي. بدر الشعبي راه غادي يطلعوا معايا دايره لكم حلقه ديالكم بوحدكم فوق الراس، معززين مكرمين عندكم حق الرد كما هو كيتكلم، حتى نتوما غتكلموا لكم حق الرد، وكل من ذكر اسمه في الحلقه له حق الرد بقوه القانون. تفضل نور. بطبيعة الحال انا غنقول القصه انا على علم بالنواحي بعض النواحي ديالها من زمان. القصه الغيض والحقد فيها تجاه رضا والشنويه راه من زمان، ولكن واش لدرجه ان بلاتي نور واش لدرجه حيت تهمه الوساطه بالبشر تهمه خطيره جدا، راه الاحكام تصل فيها الى الاعدام والى المؤبد. راه هذا السيد هذا شو انا نقول على الهواء، اقسم بعزه جلال الله ان ثبت قانونا قانونيا هذا الشيء انا بغيت ليه الاعدام. هاد الشيء راه ما تبتش عليا قانونيا، هاد الشيء تبت عليا تيكتوكيا ماشي قانونيا. هاد الهضره تبتت عليا تيكتوكيا عبر التيك توك بس. كمل تفضل نور. نقول لك واحد الحاجه، انا كون عرفت هاد السيد هذا انت كيعرف علي داير هاد الشيء غنوض انا الاول نهضر. نعم وغنمشي حتى انا في الموجه وغنمشي نهضر وكلنا غنهضر. الخفايا ديال هاد الشيء حبكت في تركيا وطبقت في المغرب جو سيمانات وتخواتو من هادي صافي. كاين واحد الحاله ديال الاشهارات، رضا والشنويه قلت لي شحال هادي بالقوه ديالو في سوق الاشهارات في المغرب راه كان غيتعرض اكثر من هاد الشيء. رضا والشنويه تحارف الاول بالليلات من نفس الاشخاص ما شدات لهمش الليلات، دازوا للشنويه ما شدات لهمش الشنويه، دازوا البنات الشنويه ما شدت لهمش مع بنات الشنويه، دازوا القواده والضعاره صافي. الناس خاصها تفهم اللي تيبغي يحارب الفساد تيحاربو عنده هو الاول. كيف يعقل اختي سميه الداودي انه في لايف واحد مجموعه من الاشخاص فيهم وحده تمارسوا القواده والضعاره وتحمل مسؤوليه كلامي بحجه والدليل، ثاني حاجه فيهم وحده اللي عندها مشكل مع رضا والشنويه اللي هو متحول جنسي، والطرف الثالث هو متحول جنسي اللي عنده مشكل مع رضا والشنويه. اوكي قبيله تتهضروا على الضحايا، حنا قبل ما ندوزوا للضحايا بعدا الشخص صاحب اللايف شكون هو؟ شنو تيدير؟ شنو هو الكونسيبت ديالو؟ الكونسيبت ديالو مع العلم هذاك الصديق ديالي وهضرني انا وياه وطلعت معاه في لايف وتواجهت انا وياه. واش كتكلم على بدر؟ على بدر. نعم لانه ما عجبنيش هادشي اللي دار، لانه هو يعرف علم اليقين انه كل هادشي باطل. ولكن نور 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 مبدئيا بدر راه غادي يدير معنا حق الرد. طبعا بدر قال بانه تم وصفه بالانفصالي وتم السب الام ديالو ورضا وضح شنو كان السبب، عاود القصه من الاول. انا اليوم عتبت على بدر قلت ليه بدر انت ماشي ديال هادشي. انا قلتها له وانا هضرت مع بدر قلت له بدر انت واحد الدري نقي وباقي كنقولها له على الهواء ولد ناس ولد عائله دري نقي اش داك لهادشي. قال لي سمير اختي السبب هو انه شتم لي الام ديالي وقال انني انفصالي. تفضل نور. هاد القضيه ديال شتم الام ديالو انفصالي راه شتموه بزاف ونعتوه بالانفصالي قبل من هادشي. واخا نور خليني نسولك، اليوم اللي كنقولوا الاتجار بالبشر والوساطه تهم ثقيله جدا، هاد التهم حتى تثبت قانونيا خاص يكون عندنا ضحايا تقدموا بشكايات الى القضاء امام القضاء. الله يرحم الوالدين. نعم فينا هما الضحايا؟
راه هذا هو خرج العقل. فين هما الضحايا؟ واش اتصاف البشر ولا اتصاف الحيوانات؟ بحكم تيقول لكم هما الاوديوات المصابه، واش الاوديوات فيهم قواده؟ واش هما دخلوا هاد الاوديوات وحللوهم وسبقوا العمل ديال الفرقه الوطنيه وديال الشرطه الالكترونيه اختي سميرة؟ انتي عارفه انا تسمت التجربه. طبعا انا نهار جيت المغرب طبعا راه تبدو ليا من 2000 و 2009 طبعا وتفرغوا التليفونات كذلك تصورت عليها. معليش نور، كذلك عندي نقطه مهمه. هاد البنات اللي طلعوا عبر التيك توك وكيقولوا بانهم ضحايا، منين كانوا داخلين المغرب علاش ما خلاوش الشكايات في المطار؟ كنريكلامي بواحد الشخص. ضحايا اختي سميرة، هادوك جايباهم القواده الاصليه. حاول عافاك نور 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 نور، حنا على الهواء، حاول انك ما تنطقش شي لفظ ارجوك. جايباهم، هذيك هي اللي تدير الاتجاه في البشر الحقيقي. هذيك السيده بين ليله وضحاها جات ارتمت في ذاك اللايف، وهي اوجع على الفتنه وزاد كملت في الموضوع. انا باش نقول واحد الحاجه، ريدا والشنويه فينا هما الضحايا؟ في غياب الضحايا باش تطلع لي وحده فون كونت وما بيناش التصويره ديالها وما قدماتش الاخ بدر المحترم ما يفيد بانها ضحيه وما قدماتليش الدليل، مع العلم انا داير اللايف نتحمل مسؤوليه اللايف ديالي وما يضرف اللايف. قبل ما يطلع لي شي واحد غنطلب منه في الخاص انه يعطيني ما يثبت بانه ضحيه. كاين نيميرو التليفون، كاين محادثات هاد السيد هذا اللي قدامك باش دار معاهم الاتجار في البشر، باش دار معاهم الوساطه، كاين تليفون تواصل معاهم، حددوا الثمن، حددوا الكليان في التليفون. فينا هما هاد في التليفون فينا هو؟ يطلعوا يحطوا كان خاصو بدر مكناسي اللي هو ولد مدينتي وتنقولها هو عارفني المعزه ديالو واحترمني وهضر معايا باحترام، وانت لحد الان تنهضر انا باحترام. فينا هما انت عوض ما ديال اللايف؟ قبل ما تهاجم شخص، قبل ما تهاجم شخص كان عليك انك تسمع ديك الضحيه اللي جات عندك وتقدم لك ما يوفيك كما قلت يا اختي سميره كبيره. او لا قدمي القضاء المغربي، مع العلم ان هذا الشيء ما تقدميش شكايه للقضاء المغربي ماشي تابعكش انت، اي تابع الشخص اللي حارضك على المعصيه، اللي حارضك على هذا الشيء اللي هو رضا والشنويه. حنا غنهضروا في المنطقه اختي سميره، ما نبقاوش نهضروا على الهواء. رضا والشنويه الان مؤامره ضده لان السيد طغى في الاشهارات، بالسلف الاشهارات، ولا هو نيميرو ان في المغرب في الاشهارات. شي ناس قبل منه اللي كانوا شادين الاشهارات ما بقاوش يديروا الاشهارات. جات الفرصه ديال بعض الاشخاص تحالفوا عليه لانه كل واحد عنده مشكل مع هاد الاشخاص هادو اللي كاين كيما قالت بوشرى الماضي كبيره، كلهم عنده مشاكل معاه. جيبي لي واحد ما عندوش مشكل معاه، جيبي لي واحد ما عندوش مشكل معاه. اللي بغى نسبه المشاهده يقولها، ولكن باش تديو تهمة خطيرة كالاتجار في البشر لا، لأن التهمة هذه شوف هاد الناس هادو تبغوا يلعبوا بالقانون، بغاو يسخروا من القانون. لا أحد، لا أحد يملك الحق. أنه شوف نور، المساطر القانونية واضحة وضوح الشمس في نهار جميل. المشرع المغربي عندما شرع القوانين شرعها بفصول ومساطر واضحة، ما غنبقاوش حنا نوزع الاتهامات جزافا. حنا ما كنحاكموش الناس بالأحاسيس، القضاء ما كيحاكمش الناس بناء على إحساسك. أجا سميرة الدودي، شنو إحساسك؟ إحساسي السي القاضي هذاك صوته سير سير أريد أقول شنو عندك 5 سنين. أجا نور، أجا سميرة الدودي، شنو بالك في نور؟ إحساسي السي القاضي أنه مثلي جنس ويمارس الدعارة والقواد وما إلى ذلك. سير إحساس سميرة الدودي قال لك أعطيه 10 سنين. القضاء فيه فصول وفيه مساطر قانونية، من يعارض هذا الكلام ومن يهاجمون على هذا الكلام فهو جاهل بالقانون وأمي بمعنى الكلمة. تحكمنا قوانين، تحكمنا مساطر قانونية، ليس من هب ودب وجه أصابع الاتهام لأي شخص. انا راه كنت في تايلاند داروني، كنت كنمارس الدعاره والقواد وما الى ذلك. واش توجه قالتها كبيره، اذا قالتها كبيره ليه هدداتك؟ شكون هذه اللي هدداتني؟ حتى واحد ما يقدر. نور، حتى واحد ما يقدر يهددني. التهديدات كتبقى لا، التهديدات غتشير. شكون هذه اللي هددتني؟ هذيك هلا اختي سميره خليوها بصحتها. تهددني انا حيت قصير ولا
خلي اللي بغى يقول شي حاجه يقول. انا كنامر غير بالقانون، انا كنعرف القانون، انا كنعرف القانون، انا كنامر بالقانون عباد الله. جيبوا لي قانون يمشي على راسي وعلى راسه وعلى الكل، القانون فوق الكل. علاش الناس ما بغاش تفهم بانه حنا كيحكمنا قانون، ما كيحكمناش علاش ما كاين الشكايه؟ فين هي الشكايات اختي ساميه؟ واش دابا حنايا عندنا في دوله المؤسسات ودوله الحق والقانون؟ انت تعرفي مثال ديال دوله المؤسسات ودوله الحق والقانون غادي تشتتشي بالملموس. اوكي راه فينا هي الشكايات. علاش نخليو هاد السيدي وصلت لمرحله ولا جيتي؟ واخا جميل جدا. انا غادي نجاوبك اسيدي، نجاوبك بلا سطريضة، لان هذا السؤال كانوا يطرح عليا في التعليق. قال لك اسيدي فين هما الشكايات، يعني فين هما الضحايا؟ قال لك الضحايا ما يقدروش يمشيو يقدموا شكايات لانه القانون غيتابعهم بتهمه الفساد. واش الضحيه قادره تطلع في التيك توك وما قادرش تمشي للقضاء اللي غينصفها ويعطيها حقها وغيحميها؟ بس انا كنت هذا الشيء بغينا نقوله. السيد البارح قبيله نزل واحد الفيديو تيقولوا الناس تحاوضوا ضد هذيك هاله، قالت ليه هو اللي شاف الشعبيه. غادي نتصلوا بك الشعبيه، خليك معنا. نعم قتلو، قالت لهم اللي شاف فايده والشنويه قتلو. اوكي وحيد ليه الذهب ديالو لانه عار على المجتمع المغربي. بالله عليكم اين صرع تعطينا هذا الشيء؟ اين صرع؟ فانا غدا فاش نجي المغرب يسمعوا الناس موقع الود الشنويه غيطبقوا عليا انا. لا هادشي ما كيتقالش، هادشي ضد القانون. وحنا ماشي بلا مصيبه، راه خرجنا على النطاق، وصلنا للنطاق الغاب ماشي نطاق القانون. حنا في دوله مغربيه، دوله المؤسسات، تحت الحمايه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس، وتحت حمايه الدستور 2011 اللي تينص على احترام الحقوق الفرديه. انا ما تندافعش على رضا، ولكن رضا ضحيه، ضحيه نجاح، ضحيه كفاح. علاش ما هضروش على رضا فاش كانت تنعس في الزرقاء؟ علاش ما هضروش على رضا فاش كانت تتنفق في الزناقي؟ علاش ما هضروش على رضا فاش ما كانش يلقى ما ياكل؟ علاش ما هضروش على رضا فاش كان في الحبس؟ علاش ما هضروش على رضا خاصو رضا يكون مفخره؟ لان واحد الانسان اللي خرج من واحد القوقعه اللي كان تعيش فيها ولا انسان ناجح فاضات داخل المجتمع المغربي، الناس تبغيها اختي سميره، بغينا ولا كرهنا الناس تبغي عنده قناه اليوتيوب. نور نور هاد الشيء راني قلت، وقلت بان هاد السيد اتفقنا معاه ولا اختلفنا معاه، عنده واحد القاعده جماهيريه. كاينين الناس كتبغيه، كاينين الناس ما كتحملوش، كاينين الناس كتنتقدوا، كاينين الناس كتسبوا، كاينين الناس كتشكروا. هذا امر لا نقاش فيه، هذا لا يعني اننا غنصبوا محاكمه عبر التيك توك. يا عباد الله نورزينو، غنخليك تقول الكلمه الاخيره باش نكمل مع رضا قبل ما يغادرني. غنقول كلمه اخيره بان السيد انا كان عندي مشكل معاه حتى بس تناقشنا. السيد انا عرفته عن قرب لانه الله عمرنا دار وما يعني ما عمرنا تلاقينا فاس فاس، ولكن واحد الانسان اللي خاصنا نراعيه والله في هذا الشيء. لان باش نكون محاكمه في التيك توك ونحطموا انسان سواء المشكل ديالو الوحيد انه انسان نجح في حياته، انتم تخدموا على راسكم وتكونوا ناجحين. وانا تنقول رضا وتشينو يا خويا، الا كان شي اجراء قانوني يتهنى داخل الاتحاد الاوروبي مرحبا والف مرحبا، انا ديا غير وكاله وانا غنتكلف بالامور، لان هذا الشيء ما خصوش تسكت عليه، لان الامور خرجت على السيطره. اما بخصوص التهديد اللي تلقاه من من تلقب بتطهله، فكاين القانون ويطبق القانون في المغرب ويطبق القانون هنا في فرنسا، لانه ما كاين حتى شي واحد فوق القانون. اما الاخ بدر المكناسي بغيت نوجه واحد النداء، راعي الله راعي الله، لان السيد هذا شاب مغربي، شاب مغربي ماشي جانا من البوليزاريو، شاب مغربي تكلفط ونجح في حياته، ما نحاربوش الانسان من اجل النجاح. وبالنسبه للسيد الطرف الاخر اللي كاين في تركيا، انا تواصلت معها وحاولت نهضر معها في هذا الموضوع هذا، بغيت نوصل نداء عبر القناه شوفتين في قناه الشعب. راعي الله راعي الله، ما يكونش واحد الانسان يتحرم واحد النعمه من بلاده يبغي يحرم ناس واحد اخرين منها. وبغيت نقول رضا خويا، عندك الله عز وجل قبل ما يكون عندك حتى شي واحد، وانا عارف ثقتك في نفسك كبيره، وانت غادي يعطيك الصحيح وربي غادي يكون معك، وحنا معك وحنا خوتك وحنا مساندينك، لانك على حق. وكاين القضاء في بلادنا، والله ينصر سيدنا، والله ينصر القضاء في بلادنا، والله ينصر الامن في بلادنا. لكن خليني نسولك نور، في حالك هذا الشخص هذا فعلا كل ما قيل فيه حقيقه وطلع انه كيتاجر في البشر، لا اعتقد غادي تقول خويا وغادي نوقف معاه. لا شوفي انا حتى الان انا تنقول انا تنقول لك في حالك نمشيو حنا نعوموا على عوم هاد الناس وطلع هذا الشيء صحيح وخرجوا ضحايا ومشاو قدموا به شكايات، وهذا السيد هذا طلع في يمارس الوساطه وما الى ذلك. سي عندما انا كنهضر عندما يدينه القانون، حد الحضاره ما دينوش القانون، حد الحضاره هو اللي مشى قدم شكايات.
غنضامن معاه كشخص وما نضامنش مع الافعال ديالو. شكرا نور زينو من الضياف، شكرا بزاف، تحيه ليك خصنا اسبانيا، تحيه ليك. راه ولغوت، وراه خرجت عليك السوشيال ميديا رضا؟ ندمت صدقا، وليت نخمم في انتحار والله، وليت نقول انا اواه شنو درت، حيت انا انسان نجحت في حياتي صافي، وليت نقول باغي ننتحر نموت صافي، حيت ما يمكنش جوقه على واحد